تحتفي المملكة العربية السعودية اليوم وللمرة الأولى هذا العام بذكرى تأسيس الدولة السعودية، والذي يعرف أيضا باسم يوم التأسيس. هذا الاحتفاء الوطني السعودي يأتي تنفيذا للأمر الملكي السامي من لدن خادم الحرمين الشريفين، الذي أمر باعتماد يوم 22 من فبراير من كل عام إجازة رسمية للاحتفاء بتأسيس الدولة السعودية. 27 من يناير المنصرم لم يكن تاريخاً عادياً في مسيرة المملكة العربية السعودية، بل كان شاهداً على بزوغ نبأ عظيم أعلن عنه خادم الحرمين الشريفين، وهو اعتماد 22 من فبراير من كل عام إجازة رسمية للاحتفاء بتأسيس الدولة السعودية، والذي يعرف أيضاً باسم يوم التأسيس. الشقيقة الكبرى ستحتفل هذا العام وللمرة الأولى بيوم تأسيس الدولة السعودية الأولى، والذي بدأ فيه عهد الإمام محمد بن سعود، ويمثل الاحتفال بيوم التأسيس اعتزازاً بالجذور الراسخة للدولة السعودية والارتباط القوي بين قيادتها ومواطنيها منذ قرابة 3 قرون، ويرجع ذلك إلى تأسيس أول دولة سعودية وكانت عاصمتها الدرعية. واحتفاء بهذه الذكرى الوطنية تشهد جميع مدن ومناطق السعودية عددا من الفعاليات التي تقام احتفاء بمناسبة يوم التأسيس، واعتزازا بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة الممتدة لأكثر من 3 قرون، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ عهد تأسيس الدولة السعودية إلى ما وصلت إليه بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.